حب علي عليه السلام له قيمة ذاتية، ولذا يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: حب علي حسنة لا تضر معها سيئة. الوالد رحمة الله عليه كان يمثل لذلك بماء البحر، إذا واحد على بدنه قاذورات أكو فغمس نفسه في البحر تزول هاي القاذورات كما هو واضح، مطهر معقم. حب فاطمة وحب علي ولأم الأطهار أقوى من ماء البحر، ذاك في المعنويات وهذا في الماديات.